تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتقرد خلال هذا الأسبوع بالتنسيق مع مصالح مديري التجارة لولاية تقرد من حجز أكثر من 400 كيلوغرام من اللحوم البيضاء دجاج فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري. العملية جاءت بناء على معلومات مؤكدة مفادها قيام أحد محلات بيع الدجاج الطازج بمدينة تقرد من بيع هذه المادة دون احترام شروط النظافة والتخزين. بعد مداهمة المكان تم رفع المخالفات التالية: عدم احترام شروط التخزين والحفظ، انعدام النظافة والنظافة الصحية، عدم التصريح بالمستخدمين، انعدام الشهادة الطبية للمستخدمين. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد محضر قضائي ضد التاجر المخالف مع حجز وإتلاف الكمية السالفة للذكر.